5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية وسط قطاع غزة، وإجمالي عدد الضحايا يرتفع إلى قرابة 2000 شهيد وعشرة آلاف جريح. واشنطن تصاعد هجماتها على مواقع تنظيم داعش في العراق، وارتفاع أعداد النازحين الفارين من تهديدات التنظيم إلى أكثر من 1,000,000 نازح. 60 قتيلا على الأقل في اشتباكات بين القوات النظامية السورية وقوات المعارضة في ريف دمشق، والمعارضة تتقدم باتجاه مطار دمشق الدولية. الثانية عشر ظهرا في القاهرة، العاشرة في جرانتش، موعد فترة إخبارية شاملة من قناة النيل. البداية فيها مع أمل نعمان، تفضلي. أشكرك إيمان، أهلا بكم، وهذه هي تفاصيل الأنباء. والبداية من غزة، حيث استشهد 5 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على وسط قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى قرابة 2000 شهيد ونحو 10,000 جريح. كما أعلنت مصادر طبية فلسطينية إصابة مواطن فلسطيني بجروح خطيرة في قصف إسرائيلي استهدف أراض زراعية شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. في المقابل أعلنت مصادر إسرائيلية عن سقوط 5 صواريخ أطلقت من غزة صباح اليوم على النقب الغربي المحاذي للقطاع دون أن تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية. أسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 29 يوما قبل بدء هدنة 72 ساعة، أسفر عن استشهاد أكثر من 1850 فلسطينيا، في حين قتل 64 جنديا إسرائيليا. كما أدى العدوان إلى تدمير مئات المنازل وزادت في إفلاس الاقتصاد المنهار من الأساس في قطاع غزة. العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ منذ شهر أسفر عن استشهاد أكثر من 1890 فلسطينيا ونحو 10,000 جريح وعشرات الآلاف من المشردين وآلاف المنازل المدمرة، وذلك قبل بدء هدنة لمدة 72 ساعة انتهت صباح الجمعة. وزارة الصحة الفلسطينية أكدت استشهاد 1890 فلسطينيا، وكما نلاحظ 10,000 جريح معظمهم من المدنيين العزل وأكثر من نصفهم من النساء والأطفال، بينما قتل 64 جنديا وثلاثة مدنيين بقذائف أطلقت من غزة. وزارة الصحة الفلسطينية أيضا أوضحت أن من بين الشهداء 433 طفلا و243 امرأة و65 مسن، ومن بين الجرحى 2979 طفلا و1903 سيدات و374 مسن. النازحون الفارون من جحيم العدوان الإسرائيلي يقدرون بنحو 268 ألف شخص لجأوا لتسعين مدرسة تديرها الأمم المتحدة، بينما فر حوالي 200 ألف نازح لدى الأقارب وآلاف آخرون إلى مدارس حكومية. الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 900 مقاتل من حماس خلال حربه على غزة التي بدأت في 8 يوليو، وأحصى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 215 مقاتلا فلسطينيا قضوا وأمكن التحقق من هوياتهم. جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أنه استهدف 4760 منشأة في قطاع غزة، بينما تؤكد مصادر فلسطينية أن معظم هذه الأهداف منشآت مدنية مثل المنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة. أطلقت خلال الحرب على غزة 3860 قذيفة من قطاع غزة على إسرائيل، منها نحو 2650 سقطت في إسرائيل، واعترض نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ 578 صاروخا أطلق من قطاع غزة. منظمات إسرائيلية أكدت أن غزة تفتقر إلى المنشآت التعليمية بسبب ندرة مواد البناء الناجمة عن الحصار الإسرائيلي، ومع المعارك سيتفاقم الوضع سوءا بعد أن تضررت 142 مدرسة حسب الأمم المتحدة.
أما لو نظرنا للوضع الاقتصادي فسنجد أن نسبة البطالة في غزة تصل إلى 40% وفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي، ويعتمد أكثر من 70% من السكان على المساعدات الإنسانية. وجاء العدوان الإسرائيلي ليلحق خسائر مباشرة بالاقتصاد الفلسطيني تقدر بنحو 6 مليارات دولار. مشاهدينا، كانت هذه نظرة موجزة لحجم الخسائر البشرية والمادية للحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. وصف كبير المفاوضين الفلسطينيين وعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عراقات، وصف الأوضاع في قطاع غزة بأنها بالغة الصعوبة. وطلب عريقات خلال حوار تلفزيوني إسرائيل بالتوقف عن قصف غزة والكف عن استخدام إمدادات الغذاء والمياه والدواء والكهرباء كأدوات للضغط على الفلسطينيين خلال المفاوضات. أعلن المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن الخيارات كلها مفتوحة أمام الحركة وأمام القوى الفلسطينية، مؤكدا على أن الطرق لم تغلق بعد أمام استمرار المفاوضات. نؤكد هنا في حركة حماس على أن الخيارات كلها مفتوحة أمام الحركة وأمام القوى الفلسطينية وأمام الوفد الفلسطيني، وأنه رغم ذلك فإن الطريق لم تغلق بعد أمام استمرار المفاوضات الفلسطينية. الكرة هي في الملعب الإسرائيلي، وعلى الاحتلال أن يختار، وشعبنا إن شاء الله جاهز للتعاطي مع كل الخيارات الممكنة. يأتي هذا في حين أعلن رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة عزام الأحمد أن الفلسطينيين ملتزمون بتحقيق اتفاق نهائي. وقال الأحمد إن الوفد الفلسطيني أخبر المسؤولين المصريين بأنه متواجد في القاهرة حتى تحقيق الاتفاق الذي يضمن إعادة الحقوق لأصحابها. في المقابل، أوقفت إسرائيل المفاوضات غير المباشرة الجارية مع حركة حماس في القاهرة. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية مارك ريجيف إنه في حال استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، فإن هذه المفاوضات ستجرى بشكل حذر وستقوم على أساس إنهاء أعمال العنف ووقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل أو شن هجمات عبر الأنفاق. وأكد أيضا أنه في المقابل يمكن لإسرائيل تخفيف القيود المفروضة على قطاع غزة. Was an unconditional cessation of all violence. Now, when Hamas broke the ceasefire, أعربت وزارة الخارجية عن أسفها البالغ إزاء عدم الالتزام بمد وقف إطلاق النار وبدء الأعمال العسكرية مرة أخرى في قطاع غزة، مما يعرض الشعب الفلسطيني إلى مخاطر جمة. وأكدت الوزارة في بيان لها أن مصر بذلت جهودا دؤوبة ومتواصلة على مدى الأيام الماضية لتقريب وجهات النظر ولرعاية المفاوضات غير المباشرة وصولا إلى تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني. وأشارت الوزارة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق حول الغالبية العظمى من الموضوعات ذات الاهتمام للشعب الفلسطيني، وظلت النقاط محدودة للغاية دون حسم، الأمر الذي كان يفرض قبول تجديد وقف إطلاق النيران كي يتسنى مواصلة المفاوضات. ودعت وزارة الخارجية بضرورة ضبط النفس وبالامتناع عن التصعيد العسكري وبعدم استهداف المدنيين، كما طالبت كافة الأطراف بالالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والعودة الفورية إلى الالتزام بوقف إطلاق النيران. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن سلسلة الضربات الجوية التي نفذتها مقاتلات أمريكية بدون طيار في العراق أسفرت عن تدمير مواقع تمركز مسلح داعش، بالإضافة إلى مقتل العشرات من أعضائه. في غضون ذلك، أحبط الطيران الحربي العراقي محاولة التفاف مسلح تنظيم داعش على قوات البشمركة التي تحاول استعادة ناحية سنجار شرق محافظة الموصل، كما أجبر الطيران العراقي مسلحي التنظيم على الانسحاب من عدد من المواقع مع استمرار القائم وآلياتهم. كالنار في الهشيم انتشرت عناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش في معظم شمال العراق، واستولت على كثير من المدن والبلدات، وهددت الأقليات المسيحية والأزيدية، وباتت على مرمى حجر من عاصمة إقليم كردستان أربيل. ومع انسحاب الجيش العراقي من أمام تنظيم المسلح،
يبلغ تعداده عشرات الآلاف. وضعف الحكومة المركزية في بغداد جاء التدخل الأمريكي للمرة الأولى منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق عام 2011. وزارة الدفاع الأمريكية وبعد الحصول على تفويض أعلنت عن تحرك مقاتلتين من طراز F-18 وألقت قنابل على مرابط مدفعية استخدمها تنظيم الدولة الإسلامية لقصف القوات الكردية في أربيل بكردستان العراق. الجيش العراقي من جانبه توقع أن العملية العسكرية ستشمل مدن عراقية تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، في حين تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة من الجيش العراقي والبشمركة الكردية وخبراء من القوات الأمريكية لتحديد معاقل التنظيم واستهدافها. وفي خطوة استباقية لتصاعد العمليات العسكرية، أعلنت الولايات المتحدة فرض قيود على تحليق طائرات الركاب الأمريكية فوق العراق، كما دعت بريطانيا رعاياها إلى مغادرة محافظات كردستان العراق على الفور، وذلك بعد معارك بين البشمركة وتنظيم الدولة الإسلامية. وقبيل القصف الجوي أعلنت واشنطن أنها قدمت مساعدات إنسانية للمدنيين المحاصرين في سنغار، في حين أعلنت منظمة الأمم المتحدة أنها ستبدأ في العمل على فتح ممرات إنسانية لمساعدة المدنيين العالقين في شمال العراق تحت تهديد تنظيم الدولة الإسلامية. ينقسم العراقيون ما بين مؤيد ومعارض للضربات الجوية الأمريكية لوقف التهديد الذي يعصف بكيان الدولة العراقية ويهدد المصالح الأمريكية المتمثل في تنظيم داعش. يأتي ذلك بينما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين الفارين من تهديدات تنظيم داعش في العراق وصل إلى نحو 1,650,000 نازح، مشيرة إلى أن نصف هؤلاء النازحين تركوا منازلهم منذ يونيو الماضي. من جديد، وبعد 11 عاما من الاحتلال الأمريكي لبغداد، ينقسم العراقيون ما بين مؤيد ومعارض للضربات الجوية الأمريكية لوقف التهديد الذي يعصف بكيان الدولة العراقية ويهدد المصالح الأمريكية في المنطقة. العراقيون الأكراد أكثر المرحبين بهذه الضربات، حيث يرى العديد منهم أن الضربات الجوية الأمريكية أوقفت زحف تنظيم داعش وتحركه الاستراتيجي نحو كركوك للبترول العراقية في الشمال. إن مقاتلي الدولة الإسلامية يقومون بحشد كل قواهم في العراق وسوريا لمحاربة قوات الأمن الكردية البشمركة. إن القتال خطير ويشكل تهديدا وجوديا. الحكومة العراقية بدورها نحت خلافاتها مع زعماء المنطقة الكردية جانبا وسلمت طائرة محملة بالذخيرة لمقاتلي البشمركة الأكراد في إقليم كردستان، إنما لعدم وصول الإرهاب والقاعدة إلى أراضي كردستان فهي ليست كافية. الإرهاب لن يندحر من العراق إلا بمعارك ربما تستمر لسنة وبجيش قوي وقوات أمنية واستخبارات أمنية وخابرات محترفة. الإدارة الأمريكية هي الأخرى تراجعت عن إحجامها تقديم أسلحة بشكل مباشر للأكراد العراقيين، ولكن المكاسب التي حققها تنظيم داعش في الآونة الأخيرة دعت واشنطن لاتخاذ قرار بتنفيذ ضربات جوية كغطاء لقوات البشمركة التي تقاتل على الأرض. البيت الأبيض أعلن أن الضربات الجوية تهدف لوقف الإبادة الجماعية ومنع المسلحين من الاقتراب من معسكرات مؤقتة للنزوح على أطراف إقليم كردستان العراق بعد أن فر مئات الآلاف من العراقيين أغلبهم من الأقليات الدينية خاصة المسيحيين واليزيديين. وعلى الرغم من إحجام إدارة أوباما عن العودة إلى العمليات العسكرية في العراق، إلى أن العديد من العراقيين أعربوا عن تخوفهم من عدم تحديد موعد لإنهاء الضربات العسكرية الأمريكية بالعراق. الأمريكان يعني الضربات معتهم هي تتماشى مع مصالحهم، فأنا أصور أنه تكون الضربات فقط عراقية بحتة. وبرغم إعلان وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن سلسلة الضربات الجوية التي نفذتها المقاتلات الأمريكية من طراز FA-18 وطائرات بدون طيار أسفرت عن تدمير مواقع تمركز مسلح داعش ومقتل العشرات من أعضائه، إلا أن عددا من السياسيين يرون أن الضربات الجوية الأمريكية قد توقف الزحف نحو كركوك لكنها لم تقضي عليها، حيث ما زالت هناك قوات مسلحة لداعش لم تتأثر بهذه الضربات. وبين هذا وذاك تبقى العراق مصيرا مجهولا بين مطرقة العودة للاحتلال الأمريكي أو سندان السقوط فريسة للتقسيم الذي يسعى له تنظيم داعش الذي تكاثر في العالم ليصنع أسطورة جديدة للإرهاب.
يلتقي اليوم رئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من ممثلي الإعلام المرئي بمقر قصر الاتحادية بمصر الجديدة. كان رئيس السيسي قد تفقد بالأمس بدء أعمال حفر قناة السويس الجديدة للوقوف على سير العمل بالمشروع. وأوضح السفير إيهاب بدوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال جولته على مجريات العمل الذي من المقرر الانتهاء من أولى مراحله خلال عام واحد فقط. وأكد الرئيس السيسي أن متابعة تنفيذ المشروعات عن كثب ستعد إحدى سمات المرحلة المقبلة، يدلك العمل على تنفيذ العديد من المشروعات القومية لإنعاش الاقتصاد المصري. أعلنت القوات المسلحة عن تحقيق نتائج إيجابية في إطار جهود التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف المساس بالأمن القومي، وذلك خلال الفترة من 26 من يوليو الماضي وحتى 1 أغسطس الجاري. وقال المتحدث العسكري العميد محمد سمير إن الجهود أسفرت عن تدمير 20 نفقا جديدا في نطاق الجيش الثاني، ليصبح إجمالي ما تم تدميره حتى الآن 1659 نفقا، بالإضافة إلى ضبط بنادق آلية وقذائف هاون وعدد من الأسلحة والذخائر المختلفة. قررت وزارة الداخلية القيام بحملات مكبرة اعتبارا من اليوم لمنع دخول ومرور سيارات النقل في شوارع العاصمة. وقالت الوزارة إن الإدارة العامة لمرور القاهرة ستنفذ حملات تستهدف منع دخول سيارات النقل الثقيل لشوارع العاصمة، وسيتم إعداد أكمنة عند مداخل العاصمة. وأوضح لواء حمدي الحديدي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة أن سيارات النقل الثقيل سيسمح لها بالمرور بالعاصمة ليلا فقط. تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه اليوم الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة. جاء ذلك بعد طلب رسمي تقدمت به لجنة شؤون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابري طبقا لنص المادة رقم 17 من قانون الأحزاب السياسية. كانت اللجنة قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية. والمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من مجلس الدولة نشوى صالح مراسلة النيل. نشوى، كيف تسير جلسة النطق بالحكم في قضية حل حزب الحرية والعدالة وما هي الأجواء العامة لديك الآن؟ تحياتي لزملاء بالاستوديو ولمشاهدي النيل في كل مكان. نحن الآن في انتظار دخول السيد المستشار فريد نزيه سناغو رئيس مجلس الدولة للنطق بالحكم في هذه القضية الهامة التي تشهد إقبالا إعلاميا وصحفيا مكثفا للغاية بعدد من القنوات الفضائية والصحف المصرية والعربية. لم تبدأ الجلسة كما ذكرت بعد، نحن في انتظار دقائق ربما أو ثواني حتى معدودة ويدخل السيادة المستشار للنطق بالحكم. هذه القضية قضية هامة للغاية، حيث أن هناك 10 طعون مقدمة من المحامين باتفاقهم الشخصية ليطالبون فيها بحل حزب الحرية والعدالة باعتباره الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية. وايضا كما وهذا بالاضافه الى المطلب الرئيس والرسمي الذي تقدمت به لجنه شؤون الاحزاب السياسيه بحل الحزب باتفاقها الجهه المنوطه بالاساس طبقا لقانون الاحزاب السياسيه وهو القانون رقم 17 رقم 40 سنه 1977 ان لا يجوز لاي حزب من الاحزاب ان يقوم على اساس ديني. دعيني اذكر امرا وضعه بين قوسين زميلاتي العزيزه، وهو ان قبول الطعون المقدمه يتوقف على امر هام وهو ربما بعض هيئه الدفاع الخاصه بحزب الحريه والعداله يقولون انه ربما ترفض الطعون المقدمه من الافراد اليوم لانهم بغير صفه قانونيه. ولكن على الجانب الاخر وهي هيئه الدفاع المقدمه من الجهه الاخرى التي تطالب بحل حزب الحريه والعداله يقولون انهم واثقون ان هذه الطعون سوف تقبل، وذلك اسوه بما تقدم به احد المحامين بصفته الشخصيه بحل حزب الوطني بعد ثوره 25 من يناير. وبالفعل امام هذه المحكمه
كما قد تم قبول الطلب وتم بالفعل حل حزب الحريه والعداله وجميع ممتلكاته الى الدوله المصريه. من مجلس الدوله نشوى صالح مراسله النيل، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعه، وبالتاكيد سنعود الاتصال بك لاحقا مع بدء جلسه النطق بالحكم. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية سفير بدر عبد العاطي أن جهود إجلاء المواطنين المصريين من ليبيا الراغبين في العودة إلى أرض الوطن مستمرة، مؤكدا على أن الطاقم القنصلي المتواجد في تونس يعمل على توفير الرعاية الكاملة للمواطنين المصريين الفارين من القتال الدائر في ليبيا إلى تونس. يأتي هذا فيما صرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني بأن رحلتين وصلتا إلى مطار القاهرة قادمتين من مطار قابس بتونس تقلان 581 راكبا ليرتفع إجمالي المصريين الذين تم نقلهم من الحدود التونسية إلى 9500 مصري. كشف مصدر عسكري جزائري رفيع المستوى عن شروع وزارة الدفاع الوطني في نصب منصة إطلاق صواريخ مضادة لطائرات روسية الصنع في عدد من الولايات الحدودية مع تونس وليبيا. أشار المصدر إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد ورود أنباء مؤكدة تفيد بأن جماعات إرهابية تعد للقيام بهجمات جوية بواسطة الطائرات تستهدف بصفة خاصة مؤسسات حساسة في كل من الجزائر وتونس والمغرب. تماثل الهجمات التي وقعت في 11 من سبتمبر من عام 2001 بنيويورك وواشنطن. أفادت لجان التنسيق السورية بمقتل 60 شخصا في أنحاء متفرقة من البلاد مع استمرار المعارك بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة في ريف دمشق الذي تتخذ منه قوات المعارضة نقطة انطلاق حاليا في سعيها للهجوم على مطار دمشق الدولية. من جهة أخرى سيطرت عناصر من الجبهة الإسلامية على النقاط تتمركز فيها قوات حكومية على أطراف بلدة الغزلانية المؤدي إلى مطار دمشق الدولية. من جانبه ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 12 جنديا نظاميا قتلوا في كمين نصبته المعارضة المسلحة بريف حلب الجنوبية. مستمرون معكم في هذه البانوراما الإخبارية، وفيها بعد أنباء الاقتصاد. الأتراك ينتخبون غدا رئيسا جديدا للبلاد، وأردوغان الأوفر حظا وسط المرشحين. استشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية وسط قطاع غزة، وإجمالي عدد الضحايا يرتفع إلى قرابة 2000 شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى. واشنطن تصعد هجماتها على مواقع تنظيم داعش في العراق، وارتفاع أعداد النازحين الفارين من تهديدات التنظيم إلى أكثر من 1,000,000 نازح. 60 قتيلا على الأقل في اشتباكات بين القوات النظامية السورية وقوات المعارضة في ريف دمشق، والمعارضة تتقدم باتجاه مطار دمشق الدولية. والآن مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. نتحول مباشرة إلى الأمير داوود. تفضل. شكرا إيمان. شكرا أمل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفتنا الاقتصادية وأبرز ما فيها بعد الفاصل. محلب يستعرض تقريرين لوزارة التموين حول المخزون السلعي والأسعار.
استقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وزير التموين الدكتور خالد حنفي، وتم خلال اللقاء استعراض تقرير وزارة التموين حول مخزون السلع التموينية، كما تم استعراض تقرير آخر حول مدى الالتزام بالأسعار في الأسواق المختلفة. قال وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر أن وزارة الكهرباء لديها خطة للقضاء على انقطاع الكهرباء خلال 4 سنوات، مشيرا إلى الكهرباء أنها ستتحسن بشكل تدريجي. وأوضح شاكر أنه سيقوم بمراجعة خريطة تخفيف الأحمال في ظل شكاوى من بعض المناطق. وأضاف الوزير أن هناك محطات لتوليد الطاقة الكهربائية ستدخل الخدمة في نهاية الشهر الجاري، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل مدد انقطاع التيار الكهربائي. يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن فصل الأحمال أثناء ذروة أمس قد انخفض إلى 1120 ميجاوات. وأشار المركز القومي للتحكم إلى أن أقصى حمل متوقع اليوم السبت يبلغ نحو 26700 ميجاوات. كشف تقرير جديد للبنك الدولي أن مصر وتونس وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا مؤهلون لتحقيق نمو سريع، غير أنه أشار في تقرير له إلى أن استدامة هذا النمو ستعتمد على ما ستتبعه حكومات الدول السبع من سياسات اقتصادية. ودعا البنك إلى اتخاذ تدابير سريعة لتنشيط الاقتصاد، محذرا من الدول السبع محصورة داخل سوء السياسات وضعف النمو التي تحول دون انتقال الاقتصاد إلى مسار النمو المستدام. قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان الأردني أن اقتصاد البلاد تمكن من احتواء الآثار السلبية الناتجة عن الأزمات في دول الجوار. وأضاف المسؤول الأردني أن اقتصاد البلاد أصبحت لديه القدرة على مجاراة الظروف الإقليمية بحكم الأزمات التي عايشها على مدار سنوات، متوقعا أن يكون أكثر تماسكا أزاء الأزمتين في سوريا والعراق على الرغم من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد. ألغت شركة مصر للطيران رحلتها إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق لدواعي أمنية. وللسبب ذاته قالت شركة لوفتهانزا إنها أوقفت رحلتها من فرانكفورت وفيينا إلى أربيل حتى 11 من أغسطس. واتخذت شركات طيران أخرى القرار ذاته، بينها طيران الاتحاد والخطوط الفرنسية وكاي إل إم والخطوط البريطانية والتركية. كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد منعت شركات الطيران الأمريكية من التحليق في أجواء العراق حتى إشعار آخر. أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة أن قيمة الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء الهجوم الإسرائيلي بلغت نحو 251 مليون دولار. وقالت الوزارة أن الأضرار والخسائر في القطاعات الزراعية المختلفة شملت الإنتاج النباتي بواقع نحو 131 مليون دولار، والتربة والري بنحو 56 مليون دولار، والإنتاج الحيواني بنحو 55 مليون دولار. أما قطاع الصيد البحري والثروة السمكية فقد بلغت خسائره نحو 8 ملايين دولار. تكبد قطاع السياحة الإسرائيلي خسائر كبيرة جراء العدوان الذي شنه جيش الاحتلال على قطاع غزة بسبب تجنب العديد من السائحين التوجه إلى إسرائيل. ووفقا لاتحاد الفنادق الإسرائيلية فإن خسائر الفنادق الإسرائيلية جراء العدوان بلغ نحو 630 مليون دولار. 5 مليارات دولار أو ما يزيد هي خسائر الجانب الإسرائيلي جراء عدوانه الغاشم على قطاع غزة، وهو رقم يعادل 1.5% من الناتج القومي الإجمالي. هذه الخسائر دفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى التحذير من أن الحرب يمكن أن تؤدي إلى إخفاق تل أبيب في تحقيق أهدافها المرتبطة بالحد من عجز الميزانية في العام الجاري. قطاع السياحة الإسرائيلي كان الخاسر الأكبر جراء العدوان، حيث دفعت الحرب بالآلاف من السائحين لتجنب السفر إلى تل أبيب، وسط تقديرات تشير إلى أن قطاع الفنادق خسر ما يقرب من 650 مليون دولار بسبب إلغاء الحجوزات.
العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة أثرت بالسلب على إشغالات الفنادق في إسرائيل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتم إلغاء حجوزات الفنادق، ومن الواضح أن الوضع سيستمر حتى نهاية العام. الحرب دفعت العديد من شركات الطيران إلى إلغاء الرحلات المباشرة إلى تل أبيب في فترة سابقة، وسط مخاوف من الأوضاع الأمنية في ظل القدرة التي ظهرت بها صواريخ المقاومة. في باريس يعتقد الكثير من المواطنين أن الحرب بين إسرائيل وغزة سيكون لها تأثير سلبي على الأوضاع هنا. وتفيد التقديرات الأولية لوزارة المالية الإسرائيلية أن العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في 8 يوليو كبد دولة الاحتلال نفقات إضافية تشكل بين 3.6% و6.6% من إجمالي الناتج الداخلي الإسرائيلي للسنة الحالية وسنة 2015. وبحسب وكالة فيتش، فإن الحرب يمكن أن تؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين في قطاع السياحة الإسرائيلي بعد التعليق المؤقت لرحلات إلى تل أبيب قررته عدة شركات جوية في يوليو، لكن هذا التأثير يمكن أن يكون محدودا بفضل الأداء الاقتصادي الجيد الذي سجله الاقتصاد الإسرائيلي في النصف الأول من العام الحالي. أعلن رئيس الوزراء الأوكراني فرض عقوبات على أشخاص وشركات روسية متهمين بدعم ضم القرم أو تمويل التمرد الموالي لروسيا في شرق البلاد، ويتضمن مشروع القانون مجموعة من التدابير الانتقامية مثل منع دخول البلاد أو تجميد ممتلكات، وكذلك منع القيام ببعض العمليات المالية. وطلب رئيس الحكومة أيضا منع مرور الموارد الطبيعية فيما يعبر نصف الغاز الروسي الذي تستهلكه أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية. أعلنت شركة أليطاليا أن إجمالي الاستثمارات في الشركة عقب اتفاق التحالف مع الاتحاد للطيران الإماراتية ستبلغ نحو 1,758,000,000 يورو. وأضافت الشركة أن الاستثمارات تشمل نحو 560,000,000 يورو من خلال مزيج يضم أسهما وشراء أصول وتسهيلات تمويلية أخرى من الاتحاد. وأضافت الشركة أن المساهمين الأساسيين في أليطاليا سيقدمون نحو 300,000,000 يورو، في حين ستعاد هيكل الديون بما يصل إلى 598,000,000 يورو، وستقدم مؤسسات مالية لإيطاليا قروضا جديدة بنحو 300,000,000 يورو. ختام هذه الوقفة الاقتصادية وعودة من جديد إلى الزملاء أمل نعمان وإيمان منصور واستكمال البانوراما. تفضل إيمان. شكرا جزيلا لك أمير. يتأهب نحو 53 مليون ناخب تركي لتوجه لصناديق الاقتراع غدا الأحد لانتخاب رئيس جديد للبلاد في أول اقتراع مباشر لاختيار رئيس. رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يتصدر السباق بفارق ضخم أمام منافسه البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو والسياسي الكردي الشاب صلاح الدين ديمرتاش. رغم كل ما كان، رغم التظاهرات والاحتجاجات، يتصدر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وبفارق شاسع في سباق الانتخابات الرئاسية. معظم المحللين يتوقعون فوز أردوغان، غير أن السؤال الآن هو ما إذا كان سيفوز بأغلبية صريحة تضمن له عدم خوض جولة الإعادة. أردوغان شغل منصب رئيس الوزراء طيلة 11 عاما، وفاز حزب العدالة والتنمية تحت قيادته بأربع انتخابات متعاقبة منذ عام 2002. دخل أردوغان معترك الحياة السياسية عام 1994 عندما انتخب عمدة لإسطنبول أكبر مدن تركيا، ويقول أنصاره إنه تطرق لقضايا كانت تعد من المحظورات في تركيا. كثيرون أيضا يرون أن الرجل دشن لفترة من الرخاء في الاقتصاد، وآخرون ينقمون على الرجل ويرون فيه زعيما مستبدا ينزع لامتلاك سلطات مطلقة والإطاحة بتقاليد تركيا العلمانية. الرجل تعرض لانتقادات جمة بلغت أوجه العام الماضي عندما خرج الملايين في مظاهرات عارمة ضد حكومته، ثم اقترن اسمه واسم حزب العدالة والتنمية بفضيحة فساد أسفرت عن عزل 4 من وزراء حكومته. يخوض المنافسة أمام أردوغان البروفيسور أكمل الدين إحسان أغلو، ذلك الأكاديمي المعتدل والأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي يحظى بدعم عدة أحزاب معارضة.
وصلاح الدين ديمرتاش وهو سياسي كردي شاب يقود حزب الشعب الديمقراطي. إحسان أغلو في المقابل يعتبره كثيرون الخيار الأفضل لجذب قاعدة من الناخبين تضم حتى أولئك الذين منحوا أصواتهم لحزب العدالة والتنمية في الماضي. يخوض أغلو السباق على قاعدة الوحدة والشمول مؤكدا أنه سيعمل على ضمان أن تكون الرئاسة لكل الأتراك مع الحفاظ على مسافة واحدة من كافة الأحزاب. المرشح الثالث صلاح الدين ديمرتاش سياسي كردي طموح يخوض الانتخابات نيابة عن حزب الشعب الديمقراطي. وانخرط ديمرتاش في مقتبل حياته السياسية في جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان في الإقليم الكردي. غير أن فرص إحسان أغلو وديمرتاش تتضاءل أمام أردوغان، خاصة أنه يحظى حتى بتأييد الكثيرين من الأكراد الذين يمثلون أكبر أقلية عرقية في البلاد لجهوده في الالتزام بمعايير حقوق الإنسان وتخفيف القيود المفروضة في المناطق الكردية. السباق الرئاسي في تركيا هذا العام يمثل سابقة في حد ذاته، فالانتخابات تجرى بطريق الاقتراع المباشر للمرة الأولى. قتل شخص في اشتباكات بين أنصار رجل دين مناهض للحكومة والشرطة الباكستانية، أسفرت عن حرق مركز شرطة بشكل جزئي قبل مظاهرتين كبيرتين مناهضتين للحكومة من المقرر تنظيمهما هذا الأسبوع. كان الناشط ورجل الدين طاهر القادري قد دعا إلى إسقاط الحكومة بحلول نهاية الشهر وتنظيم مسيرات غدا الأحد للاحتجاج على الاشتباكات التي وقعت بين أنصار والشرطة في يونيو الماضي وسقط خلالها قتلى. كما دعا المعارض السياسي عمران خان إلى تنظيم مسيرة أخرى الخميس الماضي في العاصمة إسلام أباد. قالت منظمة أطباء بلا حدود الإغاثية إن مواطني جنوب السودان المقيمين في مخيم تابع للأمم المتحدة يتحملون أوضاعا لا تعد إهانة للكرامة الإنسانية. وأضافت المنظمة أن سكان المخيم يقيمون وسط مياه ملوثة بالصرف الصحي ولا يمكنهم مغادرة المخيم خوفا من تعرضهم للقتال. وطلبت المنظمة بإتاحة أماكن جافة داخل المخيم لمعيشة هؤلاء الأفراد على الفور. ومن جانبها أصدرت المنظمة وهي منظمة Human Rights Watch تقريرا يوثق أعمال القتل العرقية التي تستهدف الآلاف من المدنيين منذ اندلاع العنف في ديسمبر، ودعت الأمم المتحدة إلى فرض حظر لتصدير السلاح إلى جنوب السودان. أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة أونتاريو الكندية عزل مريض عاد مؤخرا من نيجيريا بعدما ظهرت عليه عوارض الحمى النزفية التي يسببها فيروس إيبولا. يأتي ذلك بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم حالة طوارئ عالمية بسبب تفشي وباء الإيبولا القاتل في غرب إفريقيا عقب اجتماع عقد في العاصمة السويسرية جنيف لمناقشة كيفية التجاوب مع تطورات الأوضاع الخاصة بانتشار المرض القاتل. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعض الفاصل. مواطن قروي في قرغيزستان يحول سيارته إلى حمام ساونا متنقل. معكم أخبار الرياضة مع زميل حسام الدين عاطف. شكرا أمل وشكرا إيمان.